اذا راح اركب الان شافت انكودر وهاي الشافت انكودر راح تكون ابسولوت شافت، الابسولوت شافت انكودر راح اركبها على المحرك راح اشبكها ميكانيكلي مع المحرك. ابسولوت شافت انكودر راح تعطيني الزاويه، متذكرين؟ في الانكريمنتال ما راح تعطيني غير السرعه، بس المهم بهمني الزاويه. انا على فكره بدي اعرف الميكانيكال شافت وين موجود في اي لحظه من اللحظات. هذا كله فايتال عشان يشتغل معنا السيستم بشكل صحيح. فراح يطلع معي هلا هون ثيتا، لكن هاي ثيتا هي ثيتا ميكانيكال. هل ثيتا ميكانيكال هي نفس الثيتا الكتريكال؟ هاي مشكله الاندكشن موتور. في سليب بينهم مش هيك؟ فراح اخذ هلا ثيتا ميكانيكال. بعدين انا هون بتتذكروا اسم الكرنت. وهي زي عملت لي محك على احنا بناخذ كرنت واحد ولا بنعمل سليب او عبد الكريم. هلا هذه راح تعطيني اي اي راح ادخلها على سليب استيميشن وراح تعطيني من هون سليب، والسليب راح يطلع از فراكشن يعني هيطلع من 0.1.3 هيطلع معنا السليب من هون. راح ناخذ ثيتا ميكانيكال وهون راح يكون في عندي سميشن، بس طبعا هون بدي انتبه انه اليونتس مش صحيحه مش نفس اليونتس من هون. هلا من ثيتا ميكانيكال ولاني انا عارف السليب راح يطلع معي ثيتا. هلا في تفاصيل انا ما بينتها هون، بس لما نطلع عليها ان شاء الله اذا ظبط معنا السيم باور سيستم راح نشوف بالضبط ايش البروسيسنج اللي بعمله. فانا صرت اعرف هلا هون عرفت البوزيشن تبع ثيتا الكتريكال وين بالضبط ثيتا الكتريكال موجوده بدون ما احط سنسرز في داخل المحرك، لانه كان في طريقه ثانيه كان بامكاني احط في داخل المحرك هول افكت سنسرز. ايش بعمل الهول افكت سنسر؟ شو بقيس؟ لا انتبه الهول افكت سنسر بقيس ماجنتيك فلكس. الهول افكت سنسر فهمت عليك اوكي، انت بتقول لو حطيته عشان يقيس كرنت صحيح. بس انا لو جيت داخل المحرك الان وهي ستيتر وهي الروتر كان بامكاني، بس رح يكون مكلف المحرك مكلف جدا، اجي احط هون هو الايفكت سنسر مش عشان اقيس الكرنت، عشان اقيس الفلكس اللي موجود في الداخل. فممكن اعبي هاي هون اعبيها كلها هو الايفكت سنسر، وهو الفلكس عم يتحرك بقدر في اي لحظه من اللحظات اعرف بالضبط وين مكان الفلكس، بس هذا مكلف جدا. فاستعرضنا انه اطلع الثيتا الكتريكال بايش؟ بوسيلتين. الوسيله الاولى عملنا سليب استيميشن، طلعنا الفرق ما بين ثيتا الكتريكال وثيتا ميكانيكال، اخذنا ثيتا ميكانيكال وطلعنا منها ثيتا الكتريكال. هاي المرحله الثانيه.